لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، التربية توقف الدوام الحضوري والتعليم تستثني 3 كليات. في عربي 21، قائد القسام يتوعد بالرد على اعتداءات الاحتلال بالشيخ جراح. في العرب اللندنية، رئيس الحشد الشعبي يدير التوازنات في المناطق السنية بتغييرات على الحشد العشائري. في العربي الجديد، العراق حظر تجول شامل ووقف الدوام في المدارس والجامعات. في القدس العربي، سوريا، الدفاعات الجوية تعترض صواريخ إسرائيلية استهدفت الحفة باللاذقية ومصياف بحماة. في إنديبندنت، أوروبا لا تهتم باللاجئين الغارقين في المتوسط. وفي صحيفة واشنطن بوست، مهزلة الانتخابات الفلسطينية ستجعل الحكومة ضعيفة وعباس أقل شعبية. السلام عليكم. بدأت عسكرة العملية السياسية في العراق منذ بداية تشكيلها، لأن أساس العملية السياسية الحالية أسست بسلاح المحتل الأمريكي الذي فرض أحزابا وشخصيات على الشعب العراقي عندما شكل مجلس الحكم، ولم يكن للعراقيين أي دور في اختيار شكل النظام السياسي الحالي الذي أسس على نظام المحاصصة الطائفية وتقسيم مزور وكاذب للمكونات العراقية في اعتماد نسب لم تخضع لا إلى تعداد سكاني أو آلية علمية، فضلا عن أن العراقيين أعلنوا رفضهم بشكل واضح لهذا النظام. عن عسكرة العراق كتب عبد القادر النايل مقالا بصحيفة الميثاق الوطني. الأحزاب السياسية التي لم تتغير منذ أن منحها المحتل حكم العراق بقوة السلاح اتخذت تدابير خطيرة من أجل البقاء في إدارة البلاد، تمثلت بتأسيس ميليشيات مسلحة تابعة لها لفرض واقع وجودها بعد أن تعلمت من المحتل ثقافة حسم الحكم عسكرياً بالإرهاب، ونفذت هذه المهمة من خلال النظام الإيراني الذي اتفق مع الاحتلال الأمريكي على أن تكون نواة الميليشيات التي تنفذ عسكرة العملية السياسية من أتباعها الذين تدربوا تحت فكر ومنهج الحرس الثوري الإيراني، وقتلوا الشعب العراقي مع إيران وتلطخت أيديهم الآثمة بدماء العراقيين، ووجد المحتل ضالته فيهم لغرض إكمال مشروع تدمير العراق وأن يكون تحت سلطته مرتزقة ينفذون صفحات إرهابية من الاستهداف الممنهج ضد الشعب العراقي، أخطرها كان تنفيذ الاغتيالات التي استهدفت أهم طبقات المجتمع من قيادات وأطباء ومحامين وأساتذة وأكاديميين ورجال دين وشيوخ عشائر، ما مهد لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وتمثل في قمع تظاهرات 25 من شباط لعام 2011 واعتصامات المحافظات 6 عام 2013 السلمية وتظاهرات ثورة تشرين. ما يحدث الآن هو بلوغ أطراف العملية السياسية العسكرية إلى ذروة عدائها للعراقيين، هو بداية نهايتها، وهو ما سيمكن للعراقيين مستقبلا لتصحيح هذا الوضع الشاذ واستعادة وطنهم، لأن المعادلة تقتضي أن الشعوب من تبقى وستكسر جميع القيود والأرض تنتصر لأصحابها، وإن غدا لناظره لقريب. قد لا يكون وضع العراق الصحي والبيئي، خاصة مع تفشي فيروس كوفيد-19 بذات الصورة الكارثية التي نراها يوميا في الهند أو البيرو والبرازيل، إلا أن الوضع سيء جدا بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم من ناحية عدد السكان والإمكانيات المادية والتخطيط لمواجهة الأزمات والكوارث البيئية، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، كما أن هناك أوجه شبه متعددة. حول الفساد في وزارة الصحة كتبت هيفاء زنجنة مقالا بصحيفة القدس العربي، نستمع إلى جزء منه. إن إهمال حق الرعاية الصحية لا يقتصر على ضحايا الفيروس،
بل يمتد ويتسع ليشمل بدرجات متفاوتة إهمال الأطفال والأمهات الحوامل والمصابين بالإعاقة وضحايا الأمراض النفسية والعقلية. وأشار تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية إلى ازدياد حالات الانتحار خاصة بين النساء بشكل كبير، ولا يزال ضحايا اليورانيوم المنضب وحرق مخلفات قوات الاحتلال يعانون من مختلف التشوهات والأمراض الخطيرة في مختلف مدن العراق. وكان مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة الصحة أعلن في الأول من مايو الحالي عن وجود 8 مواقع جديدة للتلوث الإشعاعي في محافظة البصرة، وأن إهمال هذه الوضعية الكارثية التي تنتهك واحداً من أساسيات حقوق الانشغال والانشغال بالمحاصصة السياسية والمساومات المالية وتقاسم المؤسسات وميزانياتها وما يترتب على ذلك من موت يومي إما بشكل وباء أو اعتقال أو اختفاء قسري أو ممارسة إرهابية كونها حكومية لا يجعلها تختلف عن ممارسة المنظمة الإرهابية. ويكفي للدلالة على حجم تخريبي على حجم تخريبه من منهجي للبلد وأهله أن نذكر بأن آخر مستشفى بني في العراق كان عام 1986، وأن عقودا بمبالغ خيالية وقعت لبناء 21 مستشفى منذ عام 2009 وصرفت الأموال ولم يتم بناء أي منها. يقول الكاتب جاسم مراد في مقال نشرته صحيفة الزمان: من يزور المستشفيات الرسمية في أي مكان من بغداد والمحافظات يشعر أنه زار أماكن عامة لا تخلو من الفوضى ينقصها العديد من النظام، فعندما تزور أحدا من المرضى كأنك تدخل إلى مسلخ لا تتوفر فيه مستلزمات التهوية الكافية ولا شروط السلامة للراقدين فيها أو للزائرين المرضى. لم تكن حادثة مستشفى ابن الخطيب قضية يمكن عبورها، وإنما كانت بحجم الكارثة. مستشفى يحترق وعشرات الناس يموتون، أطفال وشبان وشيوخ ونساء. الصحة حددت العدد ب 82 شخصاً و 110 من الجرحى، والمواطنون الذين أشرفوا على الإخلاء وإطفاء النيران يحكون بأن الأرقام أكثر من ذلك. وعلى الرغم من ذلك فإن الحدث جلل، والسبب هو الفساد والرشوة والإهمال. ولعل هذا الذي حدث في مستشفى ابن الخطيب لم يكن الأول، إنما سبقه في مستشفى اليرموك موت 13 أو 15 طفلاً، وقد سمي من الجهات المسؤولة في الصحة بالحادث وشكلت لجان لمعرفة الأسباب ولم تخرج بنتيجة أو تعلن عن أسباب هذا الحادث. والأمر كذلك لكارثة ابن الخطيب، شكلت لجان لتشخيص الأسباب. هذه المأساة تضيف للحقائق عن واقع السلطة وإدارتها والكثير من المسؤولين العاملين في دوائرها وطريقة عملهم، فقد بات الفساد هو القوة الفاعلة في مؤسسات الدولة، والإهمال طريقة للكثير من العاملين في دوائر الدولة، والانتماءات الانتهازية للأحزاب والكيانات السياسية بغية الحماية أو التدرج السريع للوصول إلى مواقع الدولة والتلاعب بمقدراتها وحياة وحقوق الإنسان. مشكلتنا نحن في العراق، كل مسؤول في أي مكان يتواجد فيه يعتبر هو السلطة لا سلطة فوقه، وليس مهمته هي خدمة الشعب وإنما هو فوق الشعب، وهذا بالضبط سببه الأحزاب والكيانات السياسية، فهي تدفع بالنطيحة والجربة إلى عديد مواقع الدولة ولا تسأل، أو بالأحرى لا تريد أن تسمع رأي الناس بأداء وعمل هذا المسؤول. هذا الوضع أوصل البلاد إلى مرحلة لم تشهد مثلها كل سلطات العراق، المحسوبية والفساد والإهمال وعدم الاهتمام بمعاملات الناس وكثرة الوسطاء والسماسرة والمرتشين. عقد وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان سلسلة اجتماعات في لندن على سبيل التمهيد لقمة مجموعة السبع التي تستضيفها بريطانيا في منتجع كورنوال. الملفات التي بحثها وزراء الخارجية في لندن وسوف تتركز أساساً على جائحة كورونا وتعقيدات توزيع اللقاحات بصفة متكافئة على نطاق العالم حول العدالة في توزيع اللقاحات، جاءت افتتاحية القدس العربي.
تجدر الإشارة إلى عاملين اثنين استجدا على مشهد قمم مجموعة السبع بالمقارنة مع الفترة الماضية. أولهما أن بريطانيا التي تترأس هذه الدورة خرجت من الاتحاد الأوروبي بموجب استفتاء بريكسيت الشهير، وهي بالتالي تسعى إلى تحالفات جديدة سواء لجهة تعزيز الشراكة الخاصة التي تجمعها تاريخياً مع الولايات المتحدة أو الانفتاح على آسيا وطلب الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي عموماً واليابان خصوصاً. العامل الثاني هو أن شعار أمريكا أولاً الذي وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التلويح به كهدف يسبق التعاون الدولي بات اليوم من الماضي مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على مستوى النوايا والتصريحات على أقل تقدير. جدول أعمال قمة كرونويل لن يحمل تغييراً ملموساً لصالح الدول النامية والفقيرة إن لم يكن على مستويات التنمية ومواجهة المشكلات الغذائية والصحية والبنيوية المستعصية، فعلى الأقل في اتخاذ تدابير ناجعة وفعالة إزاء جائحة كورونا. من المريع أن يكون حصول الدول غير الغنية على نسبة من اللقاحات لا تزيد عن 3-5% من الحصة التي استأثر بها 18 من سكان العالم الأغنياء، الأمر الذي يبرر فعليا حديث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردن براون عن أبارتيد اللقاح ودعوته مجموعة السبع إلى تحمل مسؤولياتها كاملة. قال جوناثان كوك الصحفي البريطاني المقيم في الناصرة إن ربع اليهود في إسرائيل يعترفون أن حكمهم على الفلسطينيين هو تمييز عنصري أبارتايد، لكن المشكلة هل يعتقدون أن هذا أمر سيء؟ وجاء في مقال بموقع ميدل إيست آي إنه في داخل الكنيسة الإسرائيلي وشوارع القدس تتحرك قوى التفوق العنصري اليهودي في وقت تعب فيه قطاع من الشباب في الكيان من القومية اليهودية ذات الوجهين. العنصرية اليهودية الوقحة في زيادة بعد فوزه بستة مقاعد من 120 مقعدا في انتخابات أذار مارس، وواحد من هذه المقاعد هي لإيتمار بن غفير زعيم حزب الفاشيين الجدد العظمة اليهودية. وبات أنصار بن غفير في مزاج صاعد، ففي الشهر الماضي خرجوا للشوارع حول المدينة القديمة في القدس وأخذوا يهتفون الموت للعرب وتحقيق وعودهم على واتساب بالهجوم على الفلسطينيين وتكسير وجوههم. وجلبت هذه العصابات اليهودية ومعظمها من الشباب عنفها الذي ظل بعيداً عن الأنظار ومنحصراً في تلال الضفة الغربية المحتلة إلى وسط القدس. وهذه المرة لم تصور هجماتهم عبر كاميرات مهتزة وبدون تركيز ووضعت على يوتيوب، بل وعلى القنوات التلفزيونية الرئيسية في إسرائيل. والمهم أيضاً أن هؤلاء الغوغاء اليهود مارسوا هياجهم أثناء رمضان شهر الصيام المقدس لدى المسلمين، وكان لظهور هذه العصابات العنيفة وقصدها في ممارسة الفوضى إرباكاً لدى الكثير من الإسرائيليين، ولكنها أعطتهم فكرة قريبة عن جاذبة العنف وعقيدة العداء لليهود التي دعا إليها الحاخام مائير كاهانا. مشاعر الكراهية والتمييز داخل الكنيسة وفي الشوارع لم تظهر من أي مكان، بل هي قديمة قدم الصهيونية نفسها. وعندما أشرف قادة إسرائيل الأوائل على عملية تطهير عرقي للفلسطينيين من معظم أراضيهم في عام 1948 في عملية تهجير جماعي أطلق عليها النكبة، ومنذ ذلك الوقت ظل العنف جوهر بناء الدولة اليهودية. قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن منظمة إنقاذ المتوسط، وهي منظمة بحرية وإنسانية أوروبية، واجهت كابوساً قبل نحو أسبوعين بعد تلقيها ثلاث مكالمات من قوارب لاجئين ومهاجرين غارقة وكانوا على بعد 10 ساعات من موقعها. يقوم آلاف المهاجرين واللاجئين كل عام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر ليبيا لركوب القوارب والقوارب المتهالكة على أمل طلب اللجوء في أوروبا، ولكن منذ إنهاء عمليات البحث والإنقاذ التي قادها الاتحاد الأوروبي قبالة سواحل ليبيا في عام 2018 لم يكن هناك استجابة مناسبة تقودها الدول لمواجهة الأزمة في وسط البحر الأبيض المتوسط.
يقع عبء الرعاية على قوارب المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية التي تمر بالصدفة وخفر السواحل الليبي الذي اتهمتهم جماعات حقوق الإنسان بالإساءة للمهاجرين واللاجئين المستضعفين. ويقوم خفر السواحل الليبي الذي يتلقى أموالاً من الاتحاد الأوروبي باعتراض القوارب وإعادتها إلى ليبيا التي دمرتها الحرب، حيث يحتجز المهاجرون واللاجئون في مراكز احتجاز مزرية بشكل مروع، أو إذا كانوا أحراراً فإنهم معرضون لخطر الاختطاف والاستعباد والتعذيب مقابل الفدية والموت. ونقلت عن منظمة أطباء بلا حدود التي تدير أيضاً سفن إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط قولها في تشرين الأول أكتوبر إن الحكومات الأوروبية تمنع حتى سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية من إنقاذ الأرواح من خلال احتجاز قواربها. وختمت الصحيفة بالقول لقد أصبح العالم مخدراً جداً بالنسبة لمقبرة البحر الأبيض المتوسط، يجب أن ينتهي هذا الآن قبل أن يفقد المزيد من الناس حياتهم بلا داع. احتجاجات في كولومبيا على مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي أطلقه الرئيس، ونشرت وكالات أنباء دولية صور المواجهات الدامية في شوارع كولومبيا، حيث قتل نحو 20 شخصا وأصيب أكثر من 800 بجروح في كولومبيا في أعمال عنف خلال 5 أيام من التظاهرات التي خرجت احتجاجا على مشروع إصلاح ضريبي قدمته الحكومة اليمينية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.